للاطلاع على الواقع الأمني والخدمي، زار رئيس الوزراء حيدر العبادي محافظة الأنبار، والتقى القادة الأمنيين وعدد من المسؤولين وشيوخ العشائر للوقوف على احتياجات المحافظة، فضلا عن دعم ممثلي الأنبار في ائتلاف النصر الذي يلاقي إقبالا وتأييدا جماهيريا كبيرا في المحافظة. أحييكم وأحيي تلك الوقفة الوطنية للعشائر في تلاحمهم مع القوات الأمنية التي جاءت من مختلف المحافظات العراقية من أجل تحرير هذه المحافظة وتحرير أهلها من البطش الداعشي، فتلاحمت جهودهم واختلطت دماؤهم وتضحياتهم من أجل تحقيق هذا النصر، وهذا النصر الكبير الذي تحقق بجهود هؤلاء الأبطال الذين أسميناهم صناع النصر. هؤلاء بتضحياتهم وبجهودهم وبدمائهم حققوا النصر لجميع العراقيين، وحققوا هذا النصر الكبير بالقضاء على داعش وأتباع داعش. شيوخ العشائر أكدوا أن ائتلاف النصر يمثل أهالي الأنبار بجميع مكوناتهم وشرائحهم بعد هبوط أسهم الأحزاب والكتل التي كانت سببا في دمار وخراب المحافظة وإخفاقهم في تحقيق طموحاتهم. عشائر الأنبار تنظر لهذه الزيارة بكل سرور وأمل لمستقبل مشرق إن شاء الله للأنبار والعراق جميعا، مستقبل يعني لحكومة أغلبية سياسية من خلال فوز قائمة النصر بالمركز الأول في محافظة الأنبار، وهذا ما نأمله في بقية محافظات العراق إن شاء الله. حظوظ حقيقة الآن هو التكتل الوحيد اللي يحظى بثقة الشعب في الأنبار من خلال صدق القول والفعل، وبالتالي أكثرية الكتل اللي موجودة هي متهمة بجلب داعش والترويج لداعش وتضليل المجتمع. نعتقد مجتمع الأنبار سوف يعاقب تلك الكتل السياسية من خلال صندوق الاقتراعات. هذه بادرة تستحق التقدير والاحترام من رئيس وزراء العراق ليزور المحافظة في هذا الظرف، لأن المحافظة كانت مهجورة ومهجرة ومهجرين أهلها وعادوا، وبعد عودتهم لأول التفاتة كانت من رئيس الوزراء هي زيارات المحافظة. يترقب أهالي الأنبار يوم 12 من آيار المقبل بشغف للتخلص من الأحزاب والشخصيات التي دعمت الإرهاب وساهمت في توسيع جراحهم عن طريق صناديق الاقتراع واختيار شخصيات قادرة على الوصول بالمحافظة إلى بر الأمان. من الأنبار سعد الحاج، بلاد الفضائيات.